فدكت للروافض كل حصن كزل. ورب الكعبة أن الشيعة لا تعرف كيف نتمسك بالعطر. حافظين بقول لكم فضحونا شيعة العراق فضحونا. أسوأ من ادعى الإيمان، أسوأ من ادعى العمل بالقرآن، أسوأ من ادعى أنه من أتباع والشيعة علي والحسن والحسين. أنتم أسوأ مثال للبشر لأنهم مش مسلمين أساسا. دول قوم ادعوا الإسلام زورا وتقية ونفاق. يعني أهل السنة مش هم اللي راحوا طعنوا في الشيعة، ده الشيعة طعنت في القرآن وطعنت في السنة وطعنت في الصحابة وطعنت في أهل البيت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل معايا. أنا حسين من العراق. حسين العراق. أنا فخرا. ما شاء الله، تفتخرون بغيبة المهدي. شكرا يا حسين. نعم نفتخر، اعطينا مجال. نعم خلاص انا ما عنديش اجابه ثالثه، ما فيش مجال لشيء. يا حسين العراق، يا حسين العراق افهمني يا حبيبي، خليني اكمل جواب. حضرتك قلت، سالتك سؤال، هل غيبه المهدي عند الشيعة ذلا للشيعة ام فخرا للشيعة؟ حضرتك قلت لي فخرا. بالغالي اذا كانت غيبه الامام فخرا للشيعة والتشيع، لماذا تتباكون بتعجيل الفرج؟ زين كملت؟ تفضل. بارك الله بك. اول شيء مولانا الفاضل، قضيه لماذا نتباكى بتعجيل فرج؟ لان الفرج وفرج هذه الامه بيد صاحب العصر والزمان كما اخبرنا الله عليه واله وسلم. يا ابني انت مش بتقول انك فخرا الان غيبته فخرا للشيعة والتشيع؟ اذا كانت غيبته فخرا للشيعة والتشيع فانتم قائمين بلا امام ولا تحتاجون اليه. ركز، الله يصلح حالك، ركز في جوابك المصيبه ده. معنى انك تقول ان غيبته فخرا للشيعة والتشيع ان الشيعة الان تعيش ازدهار، لا ظلم لا قهر لا فساد، دين صحيح كامل 100% لا يحتاج إليه، لذلك تفتخر بذلك. ركز، الله يصلح حالك. إذا كنتم تفتخرون بأن غيبته فرج، لماذا تدعون بتعجيل الفرج؟ ده السؤال يا أستاذ الفاضل. إذا كانت غيبته فخرا إذا لا حاجة إليه. أنا بقول لك عشان كده بقول لك شكرا. تفضل حسين. ثم مات حسين. علي من العراق. علي شيعي ولا سني يا علي؟ شيعي. سؤالنا يا علي اليوم، هل غيبة المهدي عند الشيعة ذلا للتشيع والشيعة أم فخرا للتشيع والشيعة؟ هذا أمر الله سبحانه وتعالى. أنا سألتكش أمر مين، والله أنا سؤالي واضح أوضح من الشمس. ما بقولكش كيف غاب المهدي او من غيب، بقول لك هل غيبة المهدي ذلا للشيعة والتشيع ام فخرا للشيعة والتشيع؟ تفضل. اكيد ما اللي يجي من الله سبحانه وتعالى اكيد هو فخرا. اذا كانت غيبة المهدي فخرا، عندي بعض الاستفسارات المشروعة. تمام. اذا هل التشيع قائم صحيحا يفتخر كل شيعي بما لديه في ظل الغيبة؟ هل العدل قائم في ظل الغيبة؟ هل المراجع يؤدون الدين الصحيح في ظل الغيبة ولا حاجة إليه؟ تفضل. نعم شيء أكيد ما يعني ما يطابقه القرآن وما يطابقه الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وأهل بيته. الله أكبر. الله أكبر. هدم نظرية أن الأرض والسماء والكون قائم بالمهدي في ظل الغيبة. أثبت علي الآتي: الدين قائم والحقيقة قائمة. نعم. والعدل قائم والحياة قائمة، إذا لا حاجة إلينا في هذا المهدي، لماذا تدعون له بالفرج؟ الله سبحانه وتعالى عد له يوم. يا أخي أنا بسألك سؤال، إذا كان كل شيء قائم صحيحا، دولة عادلة، مراجع تقدم دين صحيح،
الإخوة المتصلين بس فضلا من أهل السنة، يعني اهدوا علينا. الدين صحيح وكل حاجة صحيحة، إذا لماذا تتبكون بتعديل الفرج؟ تفضل معي. معك علي من العراق. شيعي ولا سني يا علي؟ شيعي. سؤالنا اليوم يا علي عارفه، هل تفتخر كعلي أو يفتخر علي كشيعي اثنى عشر نعم بغيبة المهدي، هل هي ذلا للشيعة والتشيع أم فخرا للشيعة والتشيع؟ جيد. هل غيبة نبي الله يوسف ذل؟ أنا مالي أنا وأنت شفت مأمور بإيمان بغيبة نبي الله يوسف أو نبي الله موسى؟ أنا بسألك يا رجل في المهدي اللي بتقول بغيبته الآن، ما ترد يا رجل. إيش العلاقة ما بين الليمون والبطيخ؟ رد يا رجل. العلاقة دليل قرآني هذا. يا أخي رد على قدر سؤالي، هل غيبة المهدي فخرا للشيعة والتشيع أم ذلا للشيعة والتشيع؟ تفضل. هل غيبة نبي الله يوسف فخرا؟ الله المستعان يا عم الحاج، الله المستعان. هو أنا مأمور بإيمان بغيبة نبي الله يوسف يا ابني؟ طبعا مأمور. هذا مأمور فين يا ابني؟ بقى رحمه الله النبي الله يوسف مات من زمان. إيه رحمه الله بس أنا بسألك الآن في المهدي الحي، المهدي الحي اللي أنت تؤمن بوجوده. الآن سؤالي واضح. هل غيبة المهدي فيها ذلا للشيعة والتشيع أم فخرا للشيعة والتشيع؟ جاوبني. أكيد أكيد بها فخر لأنها. الله أكبر. الله أكبر. إذا كانت غيبته فيها فخر، إذا هل يقدم لكم الآن كل ما هو عدلا صحيحا من الدين؟ أكيد كما كان. يا أخي سيبك من النبي الله يوسف، أنا بسألك هل يقدم لكم كشيعة الآن كل عدلا وصحيحا من الدين على يد المراجع؟ اترك المراجع ولا. يا أخي رد على قدر سؤال، إذا كانت غيبته فيها فخر لماذا تلطمون ليلة نهار بتعجيل الفرج؟ لماذا تنتظرونه؟ ده أولا. ثانيا، هل يقدم لكم المراجع كل صحيحا في الدين؟ اترك المراجع وابقى بالموضوع. ما هو في الموضوع والله، في موضوع الغيبة. إذا كانت غيبته فخر، إذا كانت غيبته فخر لماذا تدعون بتعجيل الفرج؟ بس. وهل يقدم لكم مراجع الدين الصحيح؟ ده السؤال. رد. نحن نقول كل ما جرى على يوسف عليه السلام جرى على الله. الله المستعان. مش عارف إيه علاقة نبي الله يوسف. رحنا ميب، رحنا ما الله أصلح حالك. عبد الله من العراق. عبد الله من العراق. شيعي ولا سني عبد الله؟ شيعي وافتخر. طيب هل تفتخر اليوم كشيعي بغيبة المهدي؟ نعم. أم هي ذل للشيعة والتشيع؟ لا ما بها أي ذل. ها فخر. هذا فخر. تدري ليش؟ ليش فخر؟ تدري ليش؟ ليش؟ أنا أقول لك ليش. تعطيني مجال أسد الخط وتقول البطانية مش رأي سؤالك هاي تعمل. يا أخي رد يا أخي، قول لي لماذا تفتخر بغيبة المهدي؟ تفضل. اسمع يلا اسمع. اولين الله سبحانه وتعالى من اخفى الامام عن اعين الناس على مود البشر اللي صادق مع الله سبحانه وتعالى يشوفه. من يطلب الله سبحانه وتعالى بصلاة الليل يشوف الامام. ايش العلاقه يعني؟ ايش العلاقه؟ انا بسالكش مين اخفاه، وانا ما قلت لكش اخفاه ليه. بقول لك هل هو في غيبته فخر الشيعة والتشيع أم ذل للشيعة والتشيع؟ ده سؤالي والله. قلت لي إنك فخر. وقلت لك فخر. طيب أنت قلت فخر، إيش العلاقة الكلام اللي أنت بتقوله ده بالفخر أصلاً؟ طبعاً الفخر ليش؟ لأن يعني أنت من تشتغل؟ تشتغل شغل صحيح. وتطلب من الله أن أشوف الإمام تشوفه. الإعلان أقرب إلى المعصوم. طب استنى بس استنى. يطلب من الله. اصبر بس اصبر 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 اصبر, أصبر. أصبر يا عبد الله. عبد الله، هل يقدم لك المراجع اليوم القرآن الصحيح والسنة الصحيحة والدين الصحيح؟ هذا غير سؤال. انت سؤالك ما هو طالما فخرا طالما انت تفتخر بالغيبة، اذا لا حاجة للإمام في وجود وجود المراجع. ما هو نفس سؤالي والله على فكرة. انا قلت لك سؤالي ليه حدين يا عبد الله، وعندك شوشرة في الصوت اثبت الصوت. سؤالي ليه حدين يا عبد الله؟ الحد الاول لو قلت فخرا للتشيع اذا لا حاجه للمهدي في هذا الامر، ولا حاجه للمهدي في ظل وجود المراجع. فالان هل يقدم لك المراجع الدين الصحيح والسنه الصحيحه والقران الصحيح ولا حاجه للمهدي؟ انت من تسال تهرب. انا مش بهرب. جاوب يا حبيبي. اذا كان فخرا غيبته
تدعونا لماذا بتعجيل الفرج؟ انت رقم انت واحد، لماذا تدعونا بتعجيل الفرج؟ ما هو ده رقم واحد. اذا انا بدعي بتعجيل الفرج اذا انا في ذله ومهانه، واذا لم ادعو بتعجيل الفرج اذا يقدم لي المراجع الدين الصحيح والسنه الصحيحه، ولا انا كلامي غلط يا احبه؟ فجاوب، هل يقدم لك المراجع الدين الصحيح والسنه الصحيحه لذلك غيبه المهدي فخرا؟ تفضل. هم يلتقون بي. انتهبل يا ابني. هات لي مرجع يقول لك انا التقيت السيستم التقى بالمهدي. ساقط. هل السيستم التقى بالمهدي؟ ساقط. اصبر بس، هل السيستم التقى بالمهدي؟ تشمر يا وهابي يا نقيش. بغض النظر عن الشتيمه، هل السيستم التقى بالمهدي؟ ها الاخ اللي بيتصل على الرقم الخاص، لو كان متابعني الرقم الخاص انا ما بستقبلش عليه اتصالات خالص يا طيب، فضلا وليس امرا اللي برنامج يعني الرقم الخاص ده بعت لاخواننا اهل السنه لتواصل اهل السنه فقط. قفل الشيء. ايوه اتفضل. مين معايا؟ علي. علي من العراق. مش لسه متصل علي قاسم؟ لا لا انا علي. علي علي الابراهيمي. شيعي ولا سني يا علي؟ شيعي. عندك إجابة عن سؤالنا؟ إيه السؤال؟ مال سؤال بيقول هل غيبة المهدي فخرا للشيعة والتشيع أم ذلة للشيعة والتشيع؟ أنت وهاب إيش دخلك بالإمام المهدي؟ يا عم ترد على سؤالي بسألك، يعني لو جي واحد هندي سألك هتقول أنت هندي بتركب فيه؟ أنت تعتقد بالإمام المهدي؟ يا أخي رد على كذا السؤال. أنت بتعتقد؟ أنت ما تعتقد بالإمام المهدي يا وهابي. ماشي أنت بتعتقد بيه. طب أنت أساسا ما عندك الإمام المهدي. طب الآن الآن سؤالي بقى أنت بتعتقد بيه، فسؤالي واضح، هل غيبته سؤالك عنكم ذلا للشيعة والتشيع وفخرا للشيعة والتشيع؟ السعودية والإمارات على برنامجك يا ابن رد على قدر السؤال. اتق الله تحاسب يوم القيامة حاسبك رسول الله. طب ماشي رد على قدر سؤالي بقى، اترك الحساب عند الله. قال لي عن الإمام المهدي، ما له أمك في الإمام المهدي يا عم. أنا أمي ما لهاش دعوة بالإمام المهدي، أنا اللي بسأل مش أمي. الآن ما تعتقدش بالإمام المهدي؟ انت تعتقد بالامام المهدي؟ انت اساسا ما تعتقد يا عم. انت عندك المهدي، انت عندك المهدي، ولا انت ولا غيرك ولا خلفوك. طيب. ولا امك ولا ام امه جابت امك. طيب انت عندك المهدي. هم سنه الرسول. طيب. اللي تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وسوف يولد من وجفة. يلا روح نام، روح نام ولي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل معي. معاك ابراهيمي من العراق. ابراهيمي من العراق، شيعي ولا سني علي ابراهيمي؟ شيعي. عندك اجابه عن سؤالنا؟ شنو سؤالك؟ هل غيبه المهدي فخرا للشيعة والتشيع ام ذلا للشيعة والتشيع؟ لا افتخر، اللهم اجل وليك الفرج. ممتاز استاذ الفاضل، يعني انت تعترف انها ذلنا الان حاليا للشيعة والتشيع صح؟ نعم. اذا المراجع لا تقدم لكم الصحيح من الدين صح؟ لا، لان الامام مو راح يخرج للشيعة فقط. يا عم رجع بالامام يخرج. انا بسالك الان، هل المراجع عجزت عن تقديم الدين الصحيح واقامه دوله العدل لذلك الشيعة تعيش في ذل الان؟ لا مو بذل الشيعة يا اخي رد بالك. انت بتقول ذلا للشيعة والتشيع الان، اذا هل عجزت المراجع ان تقدم العدل والدين الصحيح؟ نعم او لا؟ الشيء المراجع قدموا الدين الصحيح. اذا ليس ذلا بقى، اذا اين الذل اذا في غيبته؟ اذا كانوا المراجع اقاموا العدل، هل المراجع اقاموا العدل ام لا؟ هم قاموا العدل. اذا خلاص ما له علاقه ترى، ما له ربط. ايش العلاقه؟ العلاقه استاذ الفاضل، إذا كيف تعيش في ذل والمراجع تقدم لك دولة العدل والدين الصحيح اللي هم نواب المهدي، إذا لا حاجة لك في المهدي. أنا مو شو اسمه، بس ركز وياي. أنا مركز. الإمام ما له علاقة بالمراجع. إزاي يا حبيبي؟ مش هو اللي مطلب المراجع دي؟ أنت ناسي ولا إيه؟ الإمام من راح يخرج جملة الأرض عدلا وقسطا؟ مو راح يملأ الشيعة. يا أستاذ الفاضل أنا بسألك الآن، أنت كشيعي إثنى عشري
سيبك من الارض وسيبك من الهندوس وسيبك من انت كشيعي اثنى عشر بتقول ان المراجع اقاموا دولة العدل وقدموا الدين الصحيح، تمام؟ اذا كيف تعيش في ذل؟ ايه تمام. انت متنقد ليه؟ انا ما عايش بذل. انت مش لسه بتقول ذل للشيعة والتشيع؟ لا انت تقول تفتخر تفتخر بغيبة المهدي اللي ما تفتخر. بقول لك هل غيبة المهدي فخرا للشيعة والتشيع ام ذلا للشيعة والتشيع؟ لا مو ذلا. رجع تاني عمر برشدير، فخرا للشيعة والتشيع. طيب اذا كان اذا كانت غيبته فخرا للشيعة والتشيع والمراجع تقدم دولة العدل والدين الصحيح، اذا لا حاجة في المهدي، لماذا تدعونا بتعجيل الفرج؟ لأن المهدي راح يخرج على الأرض كلها. يا أخي إيش على الأرض كلها؟ إذا كانت الشيعة عايشة الآن فخرا في ظل الغيبة، إذا لماذا تدعون بالفرج؟ ندعو بالفرج على الشيعة على الأرض كلها. يا أخي لا، أنت بتقول يا الله ما عاش. بتقول يا مهدي أدركنا لماذا؟ راح يخرج على السنة. لماذا تقول يا مهدي أدركنا؟ طيب. يخرج على السنة. إذا يا عم سيبك من السنة، لماذا تقول يا مهدي أدركنا؟ من قال يا مهدي أدركنا؟ الشيعة بتقول يا مهدي أدركنا. ما أول مرة أسمعها. أول مرة؟ نعم. إذن لا حاجة للشيعة في إمام معصوم، لا حاجة للشيعة في المهدي الآن، المراجع قدمت وأفادت وأوفت على كلام علي. هذا التناقض في الدين الشيعي. شكرا لك يا أستاذ عشان الوقت، بس شكرا لك عشان الوقت. اللي بعد اللي بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك؟ مين معايا؟ كيفك يا اشرف؟ احسن منك بفضل الله. ابو ذر ابو ذر ابو ذر ابو ذر ابو احمد مره ابو احمد مره ابو ذر المهرج. لا 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 ابو ذر لا تقول مهرج، هسه نشوف يا اهل المهرج انا وانت. طب هنشوف. يلا جاوب على السؤال. جاوب على السؤال الان. الان سؤالي، الان سؤالي، هل تفتخر بالمتعه في بنتك او امك او اختك؟ اسمع لي جاوبني جاوبني جاوبني. لا جاوبني على السؤال ده وهسمعك. هل تفتخر بالمتعة إذا مارستها أمك أو أختك أو بنتك؟ جاوبني على قدر السؤال يا أبو سر، تفضل. إذا الله إذا الله يا أخي مالكش دعوة بالله ومالكش دعوة بالنبي، أنا بسألك سؤال لأبو سر الشيعي المتشيع، هل تفتخر إذا مارست أمك أو أختك أو بنتك المتعة؟ إذا الله سبحانه وتعالى يا أخي رد على قدر سؤالي. أفتخر إيه؟ هل تفتخر إذا مارست أمك أو أختك أو بنتك المتعة؟ أنت هل تفتخر إذا يا أخي مالكش دعوة، أنا بسألك أنت كشيعي الآن، هل تفتخر إذا مارست أمك أو أختك أو بنتك المتعة يا أبو ذر؟ ضمن شرع الله أفتخر. أنا بسألك يعني تفتخر إذا مارست أمك أو أختك أو بنتك المتعة صح؟ إذا كان له نص في الشرع ما عندي مشكلة. يا أخي أنا بسألك شو رأيك، مش أنت بتعتقد بحليتها أصلاً؟ إيه اللي له نص في الشرع؟ أنت تألف أنت تعتقد بحلية المتعة. الآن كنت بدور عليك امبارح والله، عشان كده سبحان الله أنا اتصلت النهاردة. لا 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 تعال بس تعال أبو ذر، أنت تعتقد بحليتها وإنها نص شرعي. أنا ما بتكلمش لكش في تحليل وفي تحريم، سؤالي واضح، هل تفتخر إذا مارست أمك أو أختك أو بنتك المتعة؟ نعم أفتخر أو لا لا أفتخر؟ تفضل. لا اذا كان ضمن شرع الله. يا اخي الله المستعان، انت مش بتؤمن بحليتها يا ابني، انت مش شيعي وتؤمن بها؟ اليس انت شيعي وتؤمن بها؟ سؤال غبي، هي المتعه للمطلقه مو للام. يا عم سيبنا من مين، امك اعتبرها كانت اتطلقت مثلا، اذا مارست يعني اذا حدث الشرط، تمام؟ الان اذا مارست امك او اختك او بنتك المتعه هل تفتخر اذا توفرت الشروط لها فيها؟ اه بيها ناس افتخر، بيها ناس شرعي افتخر، ما بي شرع الله. يا اخي سيبك من النص الشرعي، انا بسالك اذا توفرت لهم الشروط تفتخر اذا مارست امك او اختك او بنتك المتعة؟ تقبل جاوبني، تقبل انا ارضع زوجتك سبع رضعات؟ يا اخي مالكش دعوه بالرضعات والكلام ده، انا بسالك سؤال جاوب على قدر السؤال، ما تقولش اذا نص الشرعي، قول كده افتخر او لا افتخر. جاوبني ها يا وزار، الان اذا مارست امك او اختك او بنتك المتعة هل تفتخر؟ والله العظيم احنا قلت لك ما طول بشرع وقانون. سيبك من شرع وقانون، انا بسال ابو ذر الشخص، ابو ذر ما بسالش الشرع ولا بسال القانون، هل ابو ذر يفتخر اذا مارست امه المتعه؟ نعم او لا؟ اسمح لي، احنا على الاقل عندنا شرع عندنا قانون عندنا. يخرب بيتك يا رد على قدر السؤال،
هل أبو ذر هل أبو ذر يفتخر إذا مارست أمه المتعة؟ ها اي راح اجاوب راح اجاوب تفضل جاوب. فما استمتعتم به من يا عم ما بقولكش احليه المتعه ايه وشرعها ايه ومين اللي قال؟ سؤالي واضح، اذا مارست امك المتعه يا ابو ذر هل تفتخر اذا امك مارست المتعه؟ جاوبني. انا اعطيتك دليل قراني فما استمتعتم به فاتونا. شفت اللف والدوران يا احبه؟ كنت بدور عليه امبارح والله. روح نام يلا. ده واحد اهبل في ملحد في علماني في شيعي ولا اربعه في بعض. اه والله العظيم تحدثوا بالدين يقول لك العلم يقول، فاكرين اصل العلم ضد النظريه الدينيه دي، فاكرينه لما جينا اتكلمنا عن النزول لله سبحانه وتعالى؟ فانا كنت مستنيه في حلقه امبارح، هو ما اتصلش، عمل نفسه عبيط امبارح واتصل النهارده، فرحت مصطدف السؤال ده. انا بعتذر لان انا غيرت الموضوع، ولكن الشخصيه دي بالذات كنت عايز اشوفها يقول ايه. فانا بعتذر للاحبه ان انا خرجت عن نص الموضوع. نرجع تاني لموضوعنا، هل غيبة المهدي فيها ذلا للتشيع والشيعة أم فخرا للتشيع والشيعة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سمعت السؤال من معايا؟ أبو حسن من العراق. محمد رضا شيعي ولا سني؟ شيعي. سؤالنا يا محمد يا رضا عارفه؟ أي عارفه. هل في ذل غيبة المهدي الشيعة في ذل والتشيع أم في فخر؟ اي فخر ان نكون مظلومين احنا. فخر انك تكون مظلوم. اذا المراجع لا تقدم لك العقيده والدين الصحيح والعدل. هل المراجع لا تقدم لك العدل والدين الصحيح؟ اي صح. شكرا ليك. فاذا فشل المهدي في تعيين نوابه في ظل غيبته، فاصبح المراجع لا يقدمون لا دينا صحيحا ولا اقاموا دوله العدل. ابحثوا لكم عن دين جديد يا شيعة ومرجعيات جديده بدل الذين ولاهم المهدي حسب ما تعتقدون. شفتوا هي دي الضربة القاضية الثانية. إذا قال في ذل ونعيش مذلولين، إذا أصبح المراجع لم يقيموا دولة عدل، لم يقدموا دينا صحيحا، إذا فشل المهدي الذي ولاهم قبل الغيبة. استودعكم الله أخواننا الأحبة الذي لا تضيع ودائعه. تزورونا إن شاء الله تعالى في الشيعة ما بين الذل والافتخار في عقائد يؤمن بها الشيعة الاثنى عشرية لا يستطيع أحد إنكارها إلا بالتملص بمحاولة اللف حول السؤال. للحركة الثالثة على التوالي، الشيعة تسقط دينها بنفسها، فكل عاقل يعقل كيف هم والآخرين. الله السلام عليكم استاذ. عليك السلام. صبرك يا تفضل معايا. معك حيدر من العراق. حيدر شيعي ولا سني يا حيدر؟ لا شيعي الحمد لله. شيعي. سؤالك يا حيدر. سؤالي انا بالبدايه عندي مقدمه يعني اريد اتكلم بها. لا مفيش مقدمه يعني ما استحالك. لا استحالك، ما عنديش مقدمات. انا برنامجي ما فيهوش مقدمات وما فيهوش نهايات. مقدم برنامجي اضرب السؤال لا. تمام وخش على طول مباشره بدون مقدمات. والسؤال وانا حتى اعرف اما انك تطلع تشرح لي قصه حياتك حتى تفهم. لا مش انا هفهم من السؤال. اتفضل سؤالك. سؤالي البارحة خبرك واحد قال لك الخلفاء 12 خليفة. نعم واجبت عن السؤال بطريقة مباشرة. البارحة انت قلت لي ابو بكر وعمر من عجم، بعدين خبرك على الاستناد انت قلت انه ابو بكر وعمر من الخلفاء الذي ذكرهم الرسول، صحيح؟ لا ما قلتش كده. لا انت ايش كده وال واحد قال له اهل العلم قالوا. قلت قال اهل العلم. قال لك موجود. قال اهل العلم. زين. موضوع كده. اخر. ولم اقل قال الرسول ابي بكر وعمر. البارحة ام علي استفزت من الاردن. يا استاذي. الان انا كلامي واضح. يا استاذ حيدر سمعني. سمعك استاذ اشرف. انا لم ادعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. ولكن قال بعض الله. اهل العلم قالوا ردا. على هذا الأمر يدخل فيهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن، تمام، ومنهم من أدخل معاوية، منهم من أدخل مروان بن الحكم، تمام، في عزة وقوة الإسلام في هذا الشأن، ولكن كلها اجتهادات علماء. لا نقول أن هؤلاء هم من قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الحديث من باب الإخبار. نروي ما تحقق في باب الإخبار عن ما كان في عهد الإسلام عزيزا منيعا. فلما نبحث
نجد في هذا الحديث الإخبار ماذا؟ نجد مثلا أن أبي بكر كان الإسلام في عهد عزيزا منيعا، وفي عهد عمر، وفي عهد عثمان، وفي عهد علي، وفي عهد الحسن، وفي عهد معاوية، وفي عهد مروان بن الحكم كان الإسلام في عزة وقوة ومنعة، تمام؟ وفي عهد برضو الدولة العباسية كان الإسلام في عهد الخلفاء فيهم مثلا كعمر بن عبد العزيز وغيره كان الإسلام قوة وعزة ومنعة. فإذا هذا اسمه استنباط من أهل العلم لما ورد به التاريخ، ولكن هل مؤكدا أن هؤلاء لابد أن يكونوا هم؟ لا، لم يكن أحد ذلك. زي أنا هسألك سؤال يا أستاذ حيدر، هسألك سؤال بس يا أستاذ حيدر، أخليك تطرح سؤالك، أخليك تطرح سؤالك. زي ما نسألك سؤال يا حيدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل من المنوط على حيدر أو أي شيعي أو أي سني يعرف ال 73 فرقة هم مين؟ لا، هو شوف الامر يعني هو ما خصص بالاسم، مثل قال سنة تدخل النار او سنة يا استاذ او شيء تدخل النار. هل منوط انك انت كانسان مسلم تعد ال 73 فرقه وتكون حافظهم وعارفهم؟ لا، مو ممكن. وكذلك حديث الاثنى عشر عندنا ليس منوطين بمعرفه من هؤلاء. سؤالك يا حيدر اتفضل. يعني هذا عندي سؤالي بالنسبة إلى قضية التحريف التي تقول بها على الشيعة، واضح؟ أنا اللي بقول تحريف القرآن، قضية التحريف للقرآن. أنا ذكرت إن الشيعة قالوا بتحريف القرآن. أيوة، أنا شوف أول قبل 3 أيام 4 شفت مناظرة أنت وحسين الله ياري. أيوة. في قضية التحريف هاي للأمانة يعني حديثك وياه كان علمي وجيد، وأنا أشهد لك بالتثقيف في مذهبك يعني. أنا الصراحة أنا ذكرت المواقيلة في كتبك أنت التي اعترفت بالتحريف. أنا أعرف كتبي. نعم. شوف إحنا بس زين، بس خل أوضح لك يعني كفكرة يا أستاذ أشرف قبل والديك. تفضل. أتكلم. تفضل. إحنا عندنا بكتبنا حتى أقدس الكتب اللي هو الكافي، إذا أجت به رواية إحنا ما عندنا فد شيء اسمه صحيح، يعني هذه الرواية حتى لو كانت تسيء أو تقول القرآن محرف أو لا يقبلها العقل، حتى وإن كانت صحيحة الإسناد لا نأخذ بها، لأن إحنا ما عندنا كتاب معصوم غير القرآن. أنا عندكم صحاح. بس خلي أتكلم أستاذ، أنا خليك تتكلم بس. أنت رجل محترم يا حيدر، أتعلم منك إن شاء الله. أنت رجل محترم وأنا سيب لك المجال، بس أنا عايز أوضح بس تعقيبا سريعا على ما ذكرت. أنا أحب الشيعة المحترمين أمثالك يا حيدر في النقاش وفي فتح المجال. أنت بتقول إن كل الروايات تعرض عندنا على القرآن. لا والله يا حيدر، لا والله وبالله وتالله ما تعرض على القرآن، وأنا أثبت ليش شون يعني مثلا، تمام؟ بل تعرض على المزاج، المزاج فقط. وأديك دليل يا حيدر، أديك دليل علمي. بس قبل ما تعطيني دليل، بس يعني حاب انا اكمل فضل. بس اكمل اللي عندي فكرتي، وانت تعقيبا بالاخير فشكو شيء انت عندي غلط احكي بي بلا زحمه عليك استاذ. انت في مذهب السنة عندكم الصحاح صحيح ولا لا؟ نعم، عندنا كل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم سندا. مثلا احنا كعمر فكآية الرجم انا شفتك ذكرتها، قلت عمر لولا خفت ان يقول الناس ان جئت في كتاب الله، يعني شلون كتبها في القرآن. زين، في موجود في رواياتكم الصحيحه ان السيده عائشه ام المؤمنين تقول بينما كنا يعني ندفن رسول الله، انا ما حافظ نص الايه. أيوة، بس كان المضمون كما كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرمني ثم نسخنا بـ5 مات رسول الله هن فيما يقرأ من القرآن. نعم، وصحيح هاي آية شو اسمه آية الإرضاع، آية الإرضاع الكبير مع شون. ما عنديش حاجة اسمها آية الإرضاع الكبير، هي موجودة. ألفش من راسك، تمام؟ آية الإرضاع هي هاي ما أدري هي اللي تحت فيها آية القرآن بينما كنا نذكر رسول الله القرآن أكله الداجن، هذه واحدة مو صحيح؟ لا مش صحيح، رواية أكل القرآن الداجن هذه رواية لم تصح أساسا، ده أولا. ثانيا يعني لم تصح استاذها صحيح؟ استاذها صحيح يا أستاذ الفاضل، رواية الداجن لم تصح عند أهل السنة والجماعة. أما قول أنت يا أستاذ الفاضل، أنا قريتها يا أستاذ الفاضل، وإن صحت يا عمي، وإن صحت خد بال حضرتك. أنت الآن سمعت مناظرتي مع حسن ياري؟ أظن سمعت ردودي على حسن ياري، صح ولا مش صح؟ شلون؟ سمعت ردودي على حسن ياري أيضا. حسن الله ياري قال لك
روايات، قال لك استاذ اشرف، قال لك استاذ اشرف قال لك احنا ما عندنا كتب صحيحه، فالعلماء ممكن ان يغلطون، انتم عندكم كل ما جاء في كتاب صحيح، ومسلم والبخاري ومسند احمد. اعتقد ان حالك اصبر يا استاذ حيدر، انا سمعتك وانت بتتكلم. حضرتك هبدا من بدايه خالص لحد ما انت وصلت لايه الرجم والرضاع، بس عايز منك اجابات مباشره. حضرتك بتقول ان الشيعة لا يملكون كتاب واحد صحيح، ويعرضون كل قول على القرآن، فما وافق القرآن يعملون به، وما خالف القرآن يضربون به عرض الحائط. عندي سؤال، ويمكن لأول مرة هطرح هذا الإلزام في حياتي، ويمكن يكون هذا الإلزام في حياة أهل السنة قاطبة والشيعة قاطبة. هل إذا وافق قول أشرف غريب القرآن الكريم يعتبر حجة على الشيعة الإثنى عشرية؟ مثل شنو انت مو يعني انت شنو تجيب؟ ما يصير تجيب شيء جديد ما مطروق. سؤالي ما واضح. مطلع على القران. سؤالي واضح. اذا قال اشرف غريب سؤالا او قال اشرف قولا وافق القران الكريم، هل يعتبر قول اشرف غريب حجه عليكم؟ اعرف غير يكون منقول، منقول احنا انت تعتبر مثلا حتى وان كان في حال مباشر. يا أخي رد رد مباشر، أنت بتقول كل قول يخالف القرآن عندنا نضرب به عرض الجدار، وكل قول يوافق القرآن يعمل به. أنا سألتك سؤال، إذا قال أشرف غريب قول لم يخالف فيه القرآن يعمل به؟ لا أعمل به، ليش ما أعمل به؟ ويكون حجة؟ استاذ اشرف نعم، اذا قولك يعني وافق القران والقران بالتالي هو حجه علي، فلماذا لا اعمل به؟ شكرا لك، فقد هدمت التشيع قبل ان ابدا، فليس هناك حجه 12 بل كل قول عن كل انسان عادي حتى كاشرف غريب لا يخالف نص القران ولا يخالف القران الكريم هو حجه قائمه على الشيعة الاثني عشر، لا تحتاج الى معصوم ولا الى امام منصب، طالما قول هذا الشخص لا يخالف كتاب الله، فليس هناك فائده للاثني عشر بدون كتاب الله، وليس هناك فائده للمراجع بدون كتاب الله، وليس هناك فائده لاي انسان كان بدون كتاب الله. فعندما تقول عندنا كل قول وفعل يخالف القران لا يعمل به، فسالتك سؤال استنكاري، هل اذا قال اشرف غريب قول لم يخالف فيه القران ويصبح حجة على الشيعة ويصبح حجة عليك؟ قلت نعم، طالما لا يخالف نص القرآن ولا يخالف صريح القرآن يعمل به ويعتبر حجة. فإذا أستاذ الفاضل نسفت أصلا الديانة الاثنى عشرية في وجود الحجة الاثنى عشر. نخش رقم اثنين، حضرتك بتقول يعني يا أستاذ الفاضل، يا أستاذ يا أستاذنا الفاضل، حضرتك بتقول إن أهل السنة عندهم رواية التحريف، وأنا أجبت عن السؤال ده حتى في مناظرتي مع حسن يالي، مناظرتي مع أحمد الباز الرابي، مناظرتي مع الحيدري، تمام، في موضوع تحريف القرآن، وأثبتت من كتب الشيعة الاثنى عشرية، يمكن هنا في القناة أيضا أثبتت من كتب الشيعة الاثنى عشرية أن كل من قول عمر وقول أم المؤمنين عائشة اعترف علماء الشيعة بأنه من المنسوخ في القرآن الذي نسخ تلاوته وبقى حكمه، فهذا ليس قولا بالتحريف. فرد حسن ياري وقال لي لما جيت اتكلم في الكلام ده وقلت له طب ما انت عندك آية والشيخ والشيخة إذا ذنيا فرجمهما البتة، تمام، وعندك أيضا نقص في المعوذتين كما قال الإمام، قال لي نعم القرآن الكامل مع المهدي، فما جمعه عثمان فهو ناقص وما جمعه علي فهو كامل وقرآننا الكامل مع المهدي. هل أنت آمنت بما قال حسن الله ياري أن القرآن الكامل الذي فيه آيات الرجم وفيه آيات الرضاع وفيه آيات كثيرة بأسماء الأئمة فعلا موجود مع المهدي أستاذ حيدر كما قال الشيخ حسن الله ياري؟ أستاذ أشرف، أما بالنسبة إلى حسن الله ياري فهذا يمثل رأيه. شكرا لي، لا يهمني. إذا قفلت في وشك السكة وعذرني، عارف قفلت في وشك السكة ليه؟ من شوية كنت بتستشهد بكلام حسن الله ياري وقال حسن الله ياري، ولكن لما جاءنا إلى مربط الفرس في أمر حسن الله ياري واعترافه بأن القرآن، ودي موجودة في المناظرة معاه، بأن القرآن الكامل المكمل مع المهدي وقرآن عثماني ناقص، قلت لي يمثل رأيه، فلا تستشهد بكلامه معي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل معايا. رسول. اسمك رسول شيعي ولا سني؟ شيعي من نهالي كربلاء.
طيب ايه رايك الان في الفيديوهات اللي احنا عرضناها من طبل وزمر ورقص ولحس للتراب وزحف؟ هل هذا من سنه الائمه؟ شوف احنا عددنا استوديو فستان قال كل قال يعني كل امر يعني امر يسويه موظف الهيئات يصير يبيته فهو حرام. كل امر ايه؟ بعض الهيئات هو حرام بعض يعني اي شيء اي شيء يصير للدين ويصير القضيه المرتفعين هو حرام. هذا شيء ثاني مثل الفتوى. انا بسالك اول شيء اي شيء يسيء لاهل البيت حرام، ده معروف عند سنه وشيعه وقبضيه وماتورديه، كل دول عندهم اي امر يسيء لاهل البيت حرام، ما اختلفناش. فتوى مطاطه. انا بسال، اسمع اسمع، انا بسال الان في افعال التلطيخ بالطين، هل حرم السيستاني التلطيخ بالطين؟ لا لا ما حرم. ثاني شيء، هل حرم السيستاني اللطمه والتطبير؟ لا ما حرم. هل حرم السيستاني المواكب الحسينيه؟ ما حرم هذا. هل حرم السيستاني المواكب الحسينيه؟ يعني هل حرم السيستاني المواكب الحسينيه؟ شنو؟ هل حرم المواكب الحسينيه؟ لا ما حرم المواكب الحسينيه. يبقى فين تحريمه اساس؟ يا جماعة عندما أقول أشرف غريب يقول أي شيء يسيء للإسلام فهو حرام، كلامي مطاطي ولا كلامي إيه؟ كلامي مطاطي. فيجي واحد يقول لي إيه؟ أحكي له ما أحكي، تو كنت مطلع لك فيديو والناس وينها بالقاع تمشي. هاي إحنا ما عندنا هيك، هاي يعني الشغلات نادرة عندنا هيك سوالف. يعني مش حلال ولا حرام؟ يا عم الشغلات النادرة دي حلال ولا حرام؟ وتعرضها. أنا أقول لك هاي إحنا عندنا إحنا أهل الشيعة ما حد مقتنع بيها، هاي أول شيء. ومساء أنت تقول اعطيني حديث لنبي لولو عن أمي، يقول لك احزن على الإمام الحسين. مش كده، بص بص، لم تقولني ما لم أقل اعطيني حديث احزن على الحسين. النبي لطخ، بيقول لي واحد بيقول لي النبي لطخ نفسه بالتراب والطين، قلت له اديني أين فعل النبي ذلك؟ ده كان كلامي. سؤال فما تحورش الكلام، الله يفتح حالك. اطرح سؤالك. أنا أحكي الحزن على الإمام الحسين بإشكال عندك؟ يجوز الحزن على الإمام الحسين؟ الحزن يجوز على كل إنسان مسلم ونحن نحزن، لا إشكال في الحزن. إيه؟ أنا لم أتحدث في قضية الحزن، خد بالك من نقطة مهمة يا أستاذ رسول، أنا لا أتحدث في قضية الحزن أبدا. الحزن ده إيه؟ أمر يعني سبحان الله، حتى الله ذكر عن الموت إنه مصيبة في القرآن، واخد بال حضرتك إزاي؟ ولكن تعالى النهاردة في حاجة اسمها الغلو في الحزن والغلو في الحب، صح؟ تتفق معايا ولا تتفقش معايا؟ أنا وياك. يبقى إذا أستاذ الفاضل، عندما أتذكر أمر محدد بوفاة أحد محدد كنت أحبه أو أحبه، فأنا أحزن من الداخل وقد تدمع عيناي عليه، تمام؟ صح ولا مش صح؟ لا إشكال في الإسلام وفي ذلك، ولكن هناك نهي. اسمع بقى الثانية اللي عندك علينا شنو؟ اسمعني بس اسمعني، ولكن هناك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل تعرف هذا النهي؟ لبس السواد حرام، ممتاز. اللطم لبس السواد حرام؟ اه النبي نهى عنه، تمام؟ نعم، اه لبس السواد حرام النبي صلى الله عليه وسلم. في كتب، وين كتب عندك موجودة؟ أتحداك طلع لي لبس السواد حرام، أتحدى. يعني إذا طلعت لك أستاذ الفضل من الكتب الآن أنه لا يجوز عندك لبس السواد. إيه من كتب مين؟ من كتبك. آه. ماذا أنت فعل؟ هذا جودة قدام. لبس السواد في الأحزان أطلعه لك الآن، حاضر. دين لحظات. هذا جدا. اعطيني ورقة طلعها قدامي، هذا حق جوجل الان. ثواني. اكتب شنو؟ ما تكتبش، انا هطلع لك الحديث وبكتب بعد كده. يلا طيب. عشان بس ايه؟ يبقى ظاهر للجمهور، بس ما قلتليش برضه، لو انا طلعته لك تمام؟ هتعمل ايه؟ اسويني ولا الحديث؟ هنشوفه؟
هو حديث عن النبي وكتبه. بقول لك يعني اذا انا اتيتك بهذا الحديث من كتبك تمام، انت هتعمل ايه؟ اسمع حاضر، جاوبني بس، جاوبني 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 يا استاذ، جاوبني يا استاذ، جاوبني يا استاذ، جاوبني يا استاذ الفاضل. اسمع شوف النبي يا استاذ الفاضل، كل عين باكية في يوم القيامة الا عين بكت على مصاب الحسين فانها راحت مستبشرة بنعيم الجنة. حبيبي هذا وعن الامام حبيبي حبيبي قال تمام يا استاذ الفاضل، يا استاذ الفاضل، حسين ان قتيل العبر لا لا يذكرني مؤمن الا استعبر، وعن الامام علي بن موسى الرضا ان يوم الحسين اقبح جفوننا واسبل دموعنا. فين لبس السواد في كلامك؟ معلش فين لبس السواد؟ عن الأئمة فين لبس السواد يا استاذ الفاضل؟ انا بكلمك في لبس السواد نفسه. يلا يلا انا سالتك يا عمي، يا عمي رد علي على قدر سؤال الله يفتح. اذا اعطيتك الحديث وانت وجدته في كتبك، انت مالك بقى في اي كتاب الان؟ انا بسال سؤال، شوف قدام الجمهور اهو، الزم نفسك بالزام، ماذا ستفعل اذا وجدنا هذه الروايه؟ ماذا انت فاعل؟ يعني بعد ما اعتقد يعني بعد ما لاحظت سواد يعني امشي امشي بحكيك هاي، واذا لقيت الحديث طيب حديث. اسمع يا سي، مش حديث واحد، هديك اتنين ماشي، عشان انت ايه يعني ايه بس اسمع يا استاذنا الفاضل، يلا نطلع بس كده على الشاشه قدام الجمهور عشان اطلعها من الكتاب نفسه في موضوع لبس السواد، في حديث في تفسير قول الله سبحانه وتعالى اخواننا الاحبه في قوله تعالى ولا يعصينك في معروف. ممتاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع يا استاذ الفاضل، انا هطلع لك دلوقتي الكلام بس عشان اجيب الكتاب. بص يا جميل، كتاب عشان اديك المصدر، افتح يا سمسم. كتاب الكافي للكليني، كتاب تمام، كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، اظهره لك دلوقتي على الشاشه ماشي. معلش يا احبه اتاخرت، صوتك يقطع، اتاخرت عليكم، صوتي يقطع. ايه الو؟ نعم، كتاب الكافي للكليني، سامعني؟ ايه، الكافي للكليني تمام، عن علي بن ابراهيم طمع. عن ابيه، عن احمد بن محمد، سامع؟ ايه، اكمل؟ كمل. عن ابان، عن ابي عبد الله، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه، فانزل الله سبحانه وتعالى او عز وجل يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات الى اخر الايه تمام، الى ان قال ولا يعصينك في معروف. ممتاز. وقالت ام حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت عند عكريم عن ابي جهل، يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي امرنا الله الا نعصيك فيه؟ قال لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تفننن شعرا ولا تشقن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بوي، فبايعهن رسول الله صلى الله عليه واله على ذلك. ايه راي حضرتك؟ ها اطلع الكتاب الحديث تاني، ما قلت لك في الكتاب الكافي للكليني رقم الحديث استاذنا الفاضل 10272، جاء في مرآة العقول لشرح اخبار رسول الجزء الثاني صفحه 2، الجزء الثاني صفحه 358، الحديث الخامس موثق او حسن. يعني اشرح انا قدام جوجل، اعطيني واحد هذا. انا ههزر بقى كده، انا ههزر بقى كده، احنا بنهزر صح ولا صح؟ كده احنا بنهزر صح؟ وشلون انت تطلع يمك وانا اضل امسلسلم حتى سمياتك قدام اضل اتاكد مني؟ طيب حتى هذا ايش تحكي؟ طيب ادي الحديث على الشاشه، ادي الحديث، استنى، ادي الحديث من جوجل على الشاشه يا عم، ما تزعلش. ادي كتاب يلا، هذا المهم
جزء الخمسة صفحة 527 يظهر للجمهور. وحدة لحب فضل هذا الحديث. لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ولا تفننن شعرا ولا تشقن جيبا ولا تسودن ثوبا ولا تدعين بويت فبايعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. بس هذا الحديث ظهر للجميع اخواننا الكرام. شيلوا من على الشاشة ولا خلوه على الشاشة. اها على الشاشة والحديث اهو. الحديث اهو. لا تلطمن خدا. ايوه عفوا لحن التيتا. نجيب لكم التوثيق من مرآة العقول بالمرة قبل ما يطلع الأستاذ الحديث. وبعد شو ما تطلع لا تلطمن خدا وبعد شنو؟ أنت أنا عفوا تقعد تكتب لي على جوجل لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها. ولا تخمشن وجها. لا تبحث. لا. بس لحظة ما تويا ما ضعيف. ضعيف مش مشكلة دينا مستنيين. لسه توصيات الحسين لزينب دي موجودة برضو في نفس المجان. أنا معاكم إخواننا الأحبة ولكن خلونا هو قال أين قال ذلك وقال لبس السواد لا يلبس ديناله. أستاذ معنا رسول شيعي من العراق. شو مالك يا مساء؟ وضرب الله مثلا ما تلك عيني وانا ما ادري بيوم اقوم ما ادري اذا قهم الله لي يا سجن. انت ما شاء الله هاي كتاب الكتاب لا تقمن خدا ولا تقمشن وجها كمل. أيوة. مش موجودة عندك صح؟ ما ومعيدة خرجت مش موجودة عندك صح؟ ايه والله خرجت ولا لسه؟ ما اكو جادو عليه. تقسم بالله انه ماكو لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها ماكو. تقسم بالله على ذلك. شنو؟ تقسم بالله انه ماكو في بحثك ظهر في كتب الشيعة لا تلطمن خدا ولا تخمشن وجها. ايه؟ واقسم بمصاب الحسين اقسم بالحسين واسال يوم وفاته كتب العباس. أيوة. لا طلع قدام ولا جاي سنة جادوا علي. طب روح نام يا حبيبي كفايه عليك كده. انا عارفك اصلا يعني كفايه قسمك الشركي هذا كفايه عندي. ولكن الجمهور شاف على الشاشه. السلام عليكم. السلام يا مرحبا. اتفضل معايا. سهل بابلي. مين؟ حسين البابلي. حسين البابلي العراقي. حسين البابلي. عندك إجابة عن أسئلتنا اليوم؟ ها؟ عندك إجابة عن أسئلتنا اليوم؟ تفضل شنو سؤالك؟ هل أفادت التقية الأئمة؟ أي فادتهم؟ بماذا؟ حفظت أنصارهم وشيعتهم. كيف حفظتهم؟ من القتل. كيف حفظتهم؟ حفظتهم من القتل. يا عم كيف حفظتهم والإمام مات مقتولا؟ كيف حفظت الإمام وهو مات مقتولا؟ لا ما مات الإمام مقتول. أمر الله نافذ بني بالخلاف مشلون يعني هذا؟ يعني معلش حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدق فالعقل له. التقية حافظت الأئمة من ماذا؟ تفضل. إذا كان كل إمام عندكم مات مقتولا يبقى إذا كيف حفظته التقية وأفادته التقية؟ مولاي الله سبحانه وتعالى أمر بالتقية. يا عمي أنا أمر بالتقية بين المسلمين أم مع الكفار؟ الله سبحانه وتعالى بالقرآن يقول لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ما فيش هنا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة دي ملهاش دعوة بالتقية. لا 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 أنا لا أتكلم. اسمح لي أنا بسألك سؤال بس عشان ما تلفش بعيد عن الموضوع. خليك في سؤالي. ما أنا سؤالي. أنا سؤالي محدد. كيف أفادت التقية الأئمة وكل إمام مات مقتولا عند الشيعة الاثنى عشرية؟ الله
تفضل حل لي الاشكال ده. الامام ما يخاف على نفسه، القتل كرامه لنا والشهاده عاده لنا. لماذا استخدم التقيه اذا كان لا يخاف على نفسه؟ ما يخاف على انصاره. وايش دخل انصاره؟ هو بيتكلم الامام، الامام بيقول لك التقيه ديني، ديني ودين ابائي واجدادي، وتقول لي خاف على انصاره؟ دينه هو ساد الحديد هو اللي التقيه. القتل عنده عادة يا عم، سيبك سيبك من الافلام، القتل عندنا عاده، دي ما من امام الا يموت مقتولا او مسموما باختياره. انا مش موضوعي مو باختياره، هو ده يحفظ انصاره. يا اخي انصاره مين يعني؟ معلش انا بسالك سؤال، استخدام الامام للتقيه معلش بس اصبر علي اصبر علي، في اي مورد من الموارد الامام يستخدم التقيه؟ هو التي هو الذي يتحدث بها ام يجعل انصاره يتحدثون بها؟ لا استاذ العزيز، اكو امور ما استاذ العزيز امور ما يتكلم بها الامام حتى لا يصير بدين الجهال، الهتك افتتر ما يجوز يدفعون عليه. يا عم ركز في سؤال، الإمام كان يتحدث يا عم رد على قدرك، هل الإمام تحدث في موقف استخدم فيه التقية نعم أو لا؟ الإمام ما نعم استخدم التقية. ممتاز، لماذا استخدم التقية؟ حفاظا على من؟ هو مصدر يا عم، أنا اللي يا عم أنا اللي بستخدم يا عم أنا اللي بستخدم التقية. هو إمام يا أخي، أنا اللي بستخدم التقية الآن، بستخدمها حفاظا على اللي حواليا ولا على نفسي؟ استاذ اشرف انت ما تستخدم التقيه؟ انا ما استخدمتش التقيه قبل كده. لا لا هسه انت حاليا ما تستخدم التقيه. سؤال لماذا استخدم التقيه؟ لماذا استخدم التقيه؟ انا لا. بس بقول اذا انت طحت بسلطان ظالم لا تجوز التقيه جارب. لا تجوز التقيه عندك حتى مع السلطان الظالم، ايه راي حضرتك؟ لا انت انا اشرف انا بسالك انت نفس السؤال، انت عندك لا يجوز استخدام التقيه حتى مع السلطان الظالم، تعلم هذا ام لا؟ شلون بعد انا سلم رقبتي للسلطان يذبحني والله ما يرضى عليه؟ ما الامام بيقول يا ابني، ركز بقى في كلام الامام تمام، ماذا يقول اخواننا الاحبه؟ تعالوا نشوف الروايه كده، هذه الروايه تظهر امامكم على الشاشه عشان بس الشيعة مش عارفين دينهم، احنا نعلمهم دينهم اخواننا الاحبه، لا اشكال. لا انت ما تعلمنا، لا لا احنا نعلمك دينك، ما انت لا 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 تعرف حاجه تمام. ادي كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي اخواننا الكرام كما يظهر على الشاشه، اللي بيقول لك اصل انت لا تستخدم التقيه. اسمعوا اسمعوا، ادي مكتبه الشيعة يظهر امامكم على الشاشه، الحر العاملي الجزء 16 صفحه 220، باب وجوب طاعه للسلطان للتقيه. يقول محمد بن الحلي بن الحسين في المجالس عن ابيه يقول قال لشيعته لا تذلوا رقابكم بترك طاعه سلطانكم، فإن كان عادلا فاسألوا الله بقاءه، وإن كان جائرا فاسألوا الله إصلاحه. تمام؟ إيه رأي حضرتك؟ تمام، يعني هو نفس الجواب. إيه رأيك؟ أنا أجبتك بيان. إيه رأيك في يبقى إذن أستاذنا الإمام بيقول لك اسألوا الله إصلاحه، يعني لا يجوز إنك تضحك تقول لك جائرا وإمام جائر وهذا الأمر، تمام؟ ده أولا. ثانيا يا أستاذ الفاضل، هل تجوز التقية بين المسلمين؟ يا عمي هل تجوز التقية بين المسلمين؟ التقية بين المسلمين؟ نعم هي تجوز التقية بين المسلمين. الله أكبر، قلت حاجة من عندي؟ قلت حاجة من عندي يا إخواننا الكرام؟ هذا هو الدين الشيعي يتمثل لكم في كل معاني، اعتراف صريح بأن استخدام التقية حتى مع المسلم، مع أن التقية التي ذكرت في القرآن هي التقية مع إنسان جائر كافر لا يقيم شرع الله، من الممكن أن تستخدم التقية إذا كان فيه الأذى على نفسك في ذلك، أما في غير ذلك كيف تستخدم التقية ما بين المسلمين؟ ده أولا. ثانيا سؤالي بقى السؤال المفصلي، كيف أفادت التقية الإمام وكل إمام مات مقتولا؟ جاوبني عن السؤال المفصلي ده. أنا خلنا أوضح لك بس اسمع، جاوبني على هذا السؤال، كيف أفادت التقية الأئمة وكل إمام مات مقتولا؟ تفضل. الإمام يعني شنو يريد أمر الله الإمام؟ أنا بسألك سؤال جاوبني على قدر السؤال، مش التقية بتقول اللي حفظ. نعم الأجل إذا نزل القضاء كان العطب في الحيلة تقطع. يا عمي عندك الأئمة يعلمون، ما فيش قضاء، ده الإمام يعلم متى يموت ولا يموت إلا باختيار منه. تناسي ولا إيه؟ يعلم
يعلم بعلم الله سبحانه وتعالى، بس ما كلنا نعلم، كلنا نعلم بعلم الله سبحانه وتعالى، ولكن انا بسألك سؤال الان مفترضي. الله يقول وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. هل هذه الآية، نعم بس هل هذه الآية تتعارض اساسا مع قول ان الائمه يعلمون متى يموتون ولا يموتون الا بيختارون منهم ام لا؟ استاذ جاوبني، جاوبني، هل هذه الآية تتعارض مع قول ان الائمه يعلمون متى يموتون ولا يموتون الا بيختارون منهم ام لا؟ استاذ اشرف الله بالخير، جاوب على سؤالي، هل الآية هذه تعارض ذلك ام لا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله ما أخبر أمير المؤمنين قال ينبعث أسقى الآخرين يخفف لحياته من لحيتك الكريمة. يا عم أنا بسألك سؤال الآن، الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بخسار منهم، تتعارض مع الآية القرآنية أم لا؟ يعلم بإخبار النبي صلى الله عليه وآله. يا أخي رد على قدر سؤالي، هل الآية تعارض ما يقوله الشيعة في أن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا بيختار منهم أم لا؟ نعم أو لا؟ الأئمة يعلمون بإخبار النبي صلى الله عليه وآله، بس عباد مكرمون لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يعلمون. يا أخي رد، الآية الآن بتقول ولا تدري نفس بأي أرض تموت، تمام؟ الآن سؤالي، كيف الإمام يعلم متى يموت ولا يموت إلا باختار منه والقرآن يقول ذلك؟ هل هذا تعارض ما بين القرآن وقول الإمام أم لا؟ لا ما تعارض مع القرآن، ما فيش تعارض، صح؟ دين بالمزاج بكل مقاييس. طب معلش حضرتك، حضرتك بس الله أصلح حالك دلوقتي، بتقول لي أصل الإمام يعلم بقضاء الله في موته فالتقية، طيب لماذا استخدم الأئمة التقية؟ ممكن تفهمني؟ إذا كان الإمام يعلم بقضاء الله إنه متى يموت ولا يموت إلا بيختار منه، ليه استخدم التقية أساسا؟ استخدم التقية تعليما وإفهاما، تعليما وإفهاما لأنصاره ومشايعه. يبقى إذن هل لابد للإمام أن يستخدم كل شيء لكي يعلم شيعته حلال الله من حرامه؟ نعم يعلمنا، لأنه هو إمام، إمام ضابطا ودليلا وحجة على الخلاف. يبقى إذن الإمام لابد أن يفعل حتى يعلم. هل زنى الإمام لكي يعلمكم حرمة الزنا؟ أعوذ بالله من هذا القول، أعوذ بالله من هذا القول. ما تجاوب على قدر السؤال يا رجل. أنت ليش تجاوب؟ ليش تجاوب؟ مش أنت بتقول لابد أن يفعل الإمام لكي يعلم شيعته؟ استخدم التقية لتعليم شيعته. يعلمهم الحق والصدق. أنا بسألك هل زنى الإمام ليعلم شيعته؟ يا أخي رد على قدر سؤالي. هل زنى الإمام ليعلم شيعته حرمة الزنا؟ هل شرب الخمر ليعلم شيعته أضرار الخمر؟ إن الله لا يأمر بالفحشاء. أنت شنو فعلت؟ يعني أنا ما قلتش أمر. أنا بقول لك أمر. أنت بتقول فعل التقية ليعلم شيعته، فأنا بقول لك هل شرب الخمر أو زنى ليعلم شيعته أيضا أضرار الخمر والزنا؟ أعوذ بالله من هذا القول. مش أنت اللي قلت؟ الله لا يأمر بالفحشاء. لا إله إلا الله. تقول على الله ما لا تفعل. يا أخي أنت دلوقتي رد على قدر سؤالي. يا أخي رد على قدر سؤالي. رد على قدر سؤالي. رد على قدر. هل فعل ذلك ليعلم شيعته؟ نعم أو لا؟ يعلم شيعته الحق وما جاء به الله سبحانه وتعالى. أين الحق في التقية؟ الحق في التقية حفاظا على الأرواح. أين الحق؟ حفاظا على الأنفس الكريمة. من مين؟ من مين؟ من مين؟ ها؟ من مين؟ من مين؟ حفاظ. يعني أنت دلوقتي بتستخدموا التقية كشيعة بينكم وبين بعض يجوز ذلك؟ الحكام الجور. يا عم شايف الحكام، أنتوا عايشين في وسط الحكام ليل ونهار. أنتوا بتستخدموا كشيعة التقية بينكم وبين أنفسكم أم لا؟ أنت هسه تقدر تقول جواب على قدر السؤال. هل أنت كشيعة تستخدم التقية بينك وبين شيعة آخر؟ نعم أو لا؟ إذا ما يعرف هي استخدم التقية وياه. شفت إخواننا الأحبة، النفاق في كل شيء في المجتمع الشيعي. إذا ما أعرفه نعم استخدم معه التقية. الله المستعان، شيعي مع شيعي، ده الدين الشيعي، هو ده التقية، فخ الدين الشيعي. حتى وما أدرانا أن الملال التي تحدثكم على المنابر أيضا لا تستخدم معكم التقية. فدكت للروافض كل حصن كزل ورب الكعبة أن الشيعة لا تعرف كيف نتمسك بالعتق. حافظين بقول لكم فضحونا، شيعة العراق فضحونا. أسوأ من ادعى الإيمان
أسوأ من ادعى العمل بالقرآن، أسوأ من ادعى أنه من أتباع والشيعة علي والحسن والحسين، أنتم أسوأ مثال للبشر، لأنهم مش مسلمين أساسا، دول قوم ادعوا الإسلام زورا وتقية ونفاقا. يعني أهل السنة مش هم اللي راحوا طعنوا في الشيعة، ده الشيعة طعنت في القرآن وطعنت في السنة وطعنت في الصحابة وطعنت في أهل البيت.